من موسم الرياض نحدثكم وأجواء موسم الرياض، وأكيد يعني زميل عبد الله القرني ما قصه وأخذ بعض اللقاءات مع الحضور اليوم في منطقة ويندر جاردن تحديدا، هذه الملاهي الجميلة واحد مناطق موسم الرياض. روح إلى اللقاء يلا بعدها راجعين. يلا أخوي، كيف تجربتك في ويندر جاردن؟ والله الصراحة من أفضل الأشياء اللي جربتها هذه السنة، وصراحة شيء جدا جميل، وصراحة هني يعني الشيء اللي شغالين عليه صراحة شيء جدا كبير، يعني شيء جدا أسطوري صراحة، وعمل جدا رائع، يعني صراحة شيء عالمي والله، شيء جدا عالمي. طيب وإيش الألعاب اللي لعبتها وعشتها؟ صراحة إلى الآن تقريبا لعبنا لعبة واحدة، ولعبنا قطار الموت، كانت جدا ممتعة وتجربة جدا رائعة، وأنصح الجميع أنهم يجون هنا ويجربون الألعاب، صراحة جدا ممتعة، والحمد لله الأمان كل شيء موجود، والنظافة والرتابة كل شيء مرة مرتب الحمد لله. طيب وش الشيء اللي توقعت أنك ما تشوفه في الموسم بس شفته وشفته أحسن منه؟ أو صراحة اللي هو التنظيم، التنظيم هنا جدا رائع ومختلف عن أي مكان ممكن تروح له، التنظيم هنا جدا رائع، الزحمة، اللاين كمان مرتب ما في زحمة الحمد لله، يعني كان مرة كويس جدا عجبت فيه. جميل، شكرا لك ويعطيك العافية. شكرا لك، يعطيك العافية. يعني شفنا ما شاء الله يتكلمون عن التنظيم أحمد، يعني صراحة عبد الله ما قصر، يعني شفنا بعد يعني كثير من اللقاءات طبعا أخذها في وينتر، طبعا ويندر جاردن عفوا، في برضو أنا عيني على العاب اللي وراء ولك صح؟ أشوف أنا مثلك نشن وش ألعب وش ألعب إن شاء الله إذا رحنا. ولكل اللي حاب يحجز الويندر جاردن، هذه الملاهي الجميلة تقدر تحجز عن طريق تطبيق ويبوك، هذا التطبيق الآمن والموثوق. في برضو أخذ بعض اللقاءات، إيش رأيك نروح نشوفها سوا؟ يلا حلو. زميل عبد الإله يعطي ألف عافية. يلا جاهز؟ جاهز ننطلق؟ يلا. حياكم الله، معنا أحد المشاركين في هذه اللعبة، حياك الله، عرفنا بالله. الله يحييك عبد الملك تويجري. والله ونعمة. وش رأيك في اللعبة وكيف كانت تجربتك؟ والله تجربة مرة ممتعة، والله مرة ممتعة، صح إن تخوف بس ممتعة. طيب انت كنت خايف ولا؟ والله قبل كنت مرة خايف، مرة خايف، شايف مقاطع كثير بتيك توك بل كان الناس يغمى عليهم، بس لا الحمد لله الأوضاع كويسة مرة. جميل. طيب انت كنت راكب معه، ايش رايك من اللي محمس الثاني منكم؟ الصراحة والله العظيم اني هو كان معي الصراحة، كان يقول لا، بس حاولت اشجعه لين الحمد لله ما ركبوا الامور الحمد لله، واللعب ممتع الصراحة، والله تستاهل تجربة ثانية والله. ما شاء الله عليك، اشوف الشجاع باقي في عينك مع انك توك طالع منها. لان الصراحه والله ودي العبها مره ثانيه الصدق، والله ما يعني والله انها حلوه الصدق، الصدق ان ركبت لعبه ثانيه هي اللي تنزل، هذه اللي خوفتنا شوي، هذاك بقدنا على طول فيها الصدق، النزول السريع، النزول السريع هذه على طول بقدنا في الوعي. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك والله. يعني انا لاحظت شيء انه كان قاعد يقول ان اللعبه كنت ابيها بعد ترتفع زود أكثر. بعدين قال في لعبة خوفتني اللي هي النزول السريع، عرفت هذه كيف؟ في أخو على حسب، أنت في ألعاب تمشي معاك وما تخاف منها مرة، لكن في ألعاب لا خلاص، يعني أنت ما يعني تحاول إنك تمسك نفسك، لكن الأدرينالين عندك مرتفع وتكون مبسوط ومستمتع فيها. فعلا أحمد، بس لاحظنا يعني أن الناس جدا مستانسة هناك، صح. لاحظنا أن بكل لعبة في خلنا نقول دي جي خاص باللعبة، يحطون ميوزك، صح. يخلون الناس تتحمس أكثر، بحيث حتى اللي يعني اللي اللي شوي خايف ما يمل، أو اللي حتى خايف يكسر حاجز الخوف، لأنه يكون في موسيقى تحمسك إنك تحاول حتى المنظمين تكسر حاجز الخوف. رهيبين، صحيح رهيبين فعلا، يعني كيف يتكلمون معاك، كيف يمزحون معاك، كيف استقبالهم لك، صراحة شيء جدا رهيب. يعني فعلا تشكر يعني الهيئة العامة للترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، أكيد على الإبداع اللي قاعدين نشوفه في موسم الرياض، وهذا الشكر يعني مو بس حنا نشكره، العالم كله قاعد يشكر طبعاً. هذا الإبداع اللي قاعدين نشوفه في موسم خلينا الرياض. خلينا نقول يعني أن المنظمين برضو لما يقولوا لنا شيء قبل اللعبة أو يسألوننا أسئلة معينة، مثلا هل عندك أمراض أو عندك شيء، نتفاعل معهم ونجاوبهم بكل صراحة، يعني هذه واحدة من الأشياء عشان سلامتك قبل كل شيء، ونتعاون معهم فيها. وعلى طاري موسم الرياض أحمد، لفتني في بوليفارد وورد الشباب والبنات اللي موجودين في كل منطقة، اللي دائما هم أساسا خلنا نقول يعني
ماخذين الطابع لكل دولة. يعني تلقى مثلا صح. في مصر من المواطنين المواطنات يعني يتكلمون مصري صح. يتفاعلون مع الزوار هناك باللغة المصرية أو اللهجة المصرية. نشوف ببريطانيا كيف خلنا نقول العساكر حق بريطانيا من المواطنين، وكيف يعني متقمصين شخصية العساكر الصدق اللي هم في أصل بريطانيا موجودين كذا. نشوف في برضو نفس الكلام في تايلاند في اليونان. أنا عجبني مرة مقطع انتشر لي من الشباب اللي لابسين لبس الفرعوني نتكلم فيعني كان صراحة شيء جميل، يعطيهم ألف عافية صح. أبدعوا والله صح. صدق يعني هو تفاعلهم كيف مع الجمهور والحضور فعلاً. هذه واحدة أكيد. من الأشياء اللي خلينا نقول ترفع عنك أكثر وتخليك تستمتع في المكان، فيعطيهم ألف عافية أكيد.